نحييكم ونرحب بكم حضورنا الأكارم في حفلنا هذا، حفل منتدى إعلاميات العراق. حفلنا هذا الذي نحتفي به بالإعلامية العراقية. حقيقة احنا فرحانين جدا بدعم شركة زين لهذا الحفل وهذا الاحتفال. شركة زين سباقة في احتفاليات والاحتفاء ودعم كل ما هو له علاقة بالمجتمع العراقي والنسيج العراقي، وإضافة إلى تواصل الناس فيما بعضها، ليس فقط تواصل اتصالاتي وتواصل تكنولوجي، لكن تواصل روحي ومجتمعي. هذا شيء جميل من شركة زين للاتصالات، مثل ما جمعونا بالاتصالات إن شاء الله يجمعونا باللقاءات. شكرا لشركة زين.